اليوم اثنين من الشباب يتهامسوا يتودودوا. استرقت السمع فوجدت مصطلح شعبنا بينهم، لما قربت اختلف الموضوع تماما. كاد المريب أن يقول خذوني. مصطلح الشعبنا هذا المصطلح الجميل الراقي الذي كان يتعامل به الناس، كانوا يلتقون قبل رمضان ليطعموا شيئا استعدادا لشهر الصوم وشهر الإمساك. كانوا يتذاكرون ذكريات رمضان الجميلة اللي فيها الألفة والمودة والرحمة والتواصل والتراحم. ليش هذا المصطلح انقلب وأخذ شكل آخر مختلف تماما؟ شكل المعصية، شكل الإثم، شكل استقبال رمضان عند البعض يكون ألم ومرارة بشيء من الكبائر. الله أكبر، كيف يدخل الإنسان ثاني يوم على الله صائم وكان بالأمس يبارز الله عز وجل بشيء من كبائر الذنوب، وربما بارز الله سبحانه وتعالى لأمهات الكبائر. رمضان يحتاج أن نستعد له استعدادا نفسيا واستعدادا عباديا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل رمضان بصيام شعبان. إذا نحتاج أن نكون كالنبي عليه الصلاة والسلام وأن نعود للشعبنا الصحيحة التي فيها المعاني السامية والراقية. كل عام وانتم بخير، الله يبلغنا وياكم رمضان.